السلام عليكم، يسعد أوقاتكم. موضوعنا عن إبقاء خزان الوقود فارغ. أضرار إبقاء خزان الوقود فارغ: 1. إتلاف مضخة البنزين. بعض من المركبات بتصميم مضخة البنزين بتبريد نفسها، طبقة مغمورة تحت البنزين داخل الخزان، لذلك انخفاض البنزين بشكل دائم يؤدي إلى إتلاف طرمبة البنزين بشكل سريع. 2. نقل الشوائب. نقل الشوائب المترسبة في قاع خزان البنزين من خلال طرمبة إلى فلتر البنزين إلى البخاخات البنزين، وقد تتلف طرمبة البنزين نفسها أو تغلق البخاخات أو تتلف فلتر البنزين. تأثر على عزم السيارة وعلى مصروف البنزين وبأدائها وقوتها، وذلك ننصح تعبئة خزان البنزين عندما يصل المستوى إلى ربع الخزان. وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبيتكم عامر.